ركلة حرة في منتصف الملعب. محمود نزاع إلى مراد مقابلة، مراد مقابلة إلى أيمن الخالد، تمريرة عند الجهة اليسرى الآن، هجمة لفريق الصريح يتقدم، ولكن بلال عويد، وهناك ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الصريح، ركلة جزاء في حوالي الدقيقة 27، في حوالي الدقيقة 27 هذه الإعادة، هذه الإعادة نشاهد بلال عويد في اللقطة الماضية، نشاهد ركلة جزاء، وأعتقد هذا اليوم ثالث ركلات الجزاء هذه الإعادة. بلال عويد الحكم قدر أنه أعاق لاعب فريق الصريح، وبالتالي ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الصريح، التنفيذ عن طريق اللاعب إيمانويل، إيمانويل إيمانويل في مواجهة رشيد رفيد، هاي يسجل أول أهداف الصريح في الدوري هذا الموسم. إيمانويل يتقدم، إيمانويل والهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة فريق الصريح عن طريق اللاعب إيمانويل، إيمانويل في حوالي الدقيقة 28، إيمانويل يسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء على يمين الحارس رشيد رفيد، على يمين الحارس رشيد رفيد إيمانويل يسجل أول أهداف الصريح في الدوري وفي هذه المباراة. نشاهد مرة ثانية، شاهد كرة بكل هدوء على الزاوية المعاكسة للحارس رشيد رفيد، هدف أول لمصلحة فريق الصريح عن طريق المحترف إيمانويل، كما ذكرت ثالث ركلات الجزاء في ثاني الجولات اليوم. مروان الغول سجل لذات